قمنا بواحد الحملة بالتنسيق مع السلطات المحلية عبر شوارع المدينة الكبرى ثم عبر الساحات الكبرى، وهاد الحملة كتندرج في سياق هاد الحملة الكبرى الوطنية اللي كنقوموا بها بعد الخطاب ديال أمير المؤمنين صاحب الجلالة في الذكرى ديال ثورة الملك والشعب، اللي كان الخطاب كله على هاد الوباء نظرا للخطورة اللي أصبح كيشكلها علينا. وبالتالي فنحن خرجنا باش يمكن لينا نقوموا بواحد الجزء من المسؤوليه ديالنا حنايا، اولا من الواجب ديالنا اللي هو تحسيس المواطنين على اننا نربحوا هذه المعركه ان شاء الله ضد هذا الوباء ونكونوا في المستوى. والهلال الاحمر عبر التراب الوطني معروف انه منذ البدايه ديال هذه الحمله كان دائما متواجد لانه جزء من المجتمع المدني، واليوم كاينين معنا تبارك الله جمعيات اخرين اللي هم مشاركين، ولكن كنتمنى وان شاء الله اننا نقوموا بهذه المهمه الكبرى اللي هي نربحوا المعركه، لانه الشعب المغربي راه معروف عليه انه عبر التاريخ كان عنده واحد الملاحم كبرى اللي ربح فيها وانتصر، وكذلك ان شاء الله علاش لا حتى هذه المعركه هذه نخرجوا منها منتصرين ونكونوا في مستوى ديال الخطاب ديال صاحب الجلاله. والهلال الاحمر راه مجند وراء الملك ديالو وراء الشعب المغربي لكي نخرج بسلام ان شاء الله تحت الرئاسه ديال الاميره الجليله لالا ملكه رئيسه الهلال الاحمر المغربي. وشكرا لكم. التعليمات الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ارتأينا كجمعيات المجتمع المدني بتوزيع الكمامات لجميع المواطنين، وذلك في إطار تقريب المواطن من التوعية في إطار التوعية ديال المواطن للصحة ديالو. وهذا راجع للتزايد المفرط ديال هاد الحالات. ومن هذا المنبر ديالكم كنقول لجميع المواطنين يرتدوا الكمامه الله يجازيكم بخير، راه هذا الشيء ما كيبشرش بالخير. والكمامه راه هي موجوده، راه ماشي راه الكمامه راه 16 ريال، راه بنادم راه الكمامه راه 16 ريال، راه الا بغيتي تشريها شكلاطه راه درهم. اللهم الكمامة 16 ريال كتحمي بها راسك وكتحمي بها جميع المواطنين. زرنا المدينة القديمة، زرنا ساحة الاستقلال، كورنيش اسفي، شارع جدريس بن ناصر، شارع محمد الخامس، وكذلك ساحة محمد الخامس الان.